بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله نبي الأمين. سنستكمل سورة القيامة من الآية 11 حتى الآية 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لا وزر. يقول الإنسان أين يومئذ أين المفر؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لا وزر، يعني لا ملجأ، تختبئ خلفه. كان عندهم جبل يسمى وزر يلجؤون إليه عند الشدة، لكن الله عز وجل يقول يوم القيامة لا وزر، لا ملجأ، لا مكان تهرب وتلجأ إليه إلا الله. عملك هو اللي ينجيك، لن ينجيك أحد، لن تجد ملجأ تهرب خلفه وتختبئ وتستتر خلفه. كلا لا وزر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. إلى ربك يومئذ المستقر. من يريد أن يحتمي عند الله. الكافر هل يلجأ إلى الله؟ لا. يلا نقرأ. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ممتاز. كلا لا وزر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. يومئذ المستقر. يومئذ ينبأ الإنسان يومئذ. هنا إقلاب تنوين جاء بعد باء، نقلب على طول، نقلب التنوين إلى ميم. ينبأ إخف النون. ينبأ أبي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما ضم شفايفة يومئذ. ما هي في اللعب؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أحسنت. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ممتاز. ماشي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ممتاز. ما في فكوس عامة، ما هي فكوس عامة؟ ها. ينبأ الإنسان. يومئذ بما قد قدم وأخر. خليك معانا وسيبك من ما الصورة في جزء تبارك وليست في جزء عامة. يعني ربنا يعرفك كل اللي انت عملته، كل شيء عملته في حياتك يا أبي ستراه مكتوب،
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. مبسوط. الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتها كانت القاضية، الموت اللي أنا موتها وخلاص ما تشتق على الحساب. يتمنى الكافر أن يكون ترابا مثل الحيوانات، ستكون تراب بعد الحساب. الحساب الحيوانات تقتص من بعض بعدين تصبح تراب. الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. وباي سيب الكتاب الواتي خليك معاي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كمان مرة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. نقول الآيات من الأول. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني أنت ستطلع على أعمالك وتشوف. يقول لك أهو مكتوب إن أنت كنت بتلعب وتسيب الصلاة، هتشوف بالصورة والفيديو، الصوت والصورة، ليروا أعمالهم. كل حاجة مكتوبة وتشوفها، ترى أعمالك، تشوف أعمالك بعينيك. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لو اعتذرت ما تشينفع، لا ينفع الندم يوم القيامة. خلاص الندم في الدنيا تندم وتقول افتح صفحة جديدة قبل ما تموت، لكن بعد الموت والحساب خلاص ما تشينفع. ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. هنا يتكلم عن القرآن، والآيات الجاية يتكلم عن القرآن، لكن ما قبل ذلك يتحدث عن يوم القيامة. من يقرأ لنا ما أخذناه اليوم؟ تعال أبين بسرعة. طيب وراه كله يقرأ يلا. ها أحسنت، بارك الله فيك. راجع. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على بارك الله فيك. تفضل يا نور. إلى ربك يومئذ
بارك الله فيك، أحسنت. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرا. ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به. أحسن، تعجل به، بارك الله فيك. ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به. بارك الله فيك. كل المجموعة مع بعض هنا جنب بعض، وشك عليا هنا، نقول الآيات مع بعض. أعوذ بالله من كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى بارك الله في حد حفظ؟ اللي حفظ؟ طيب الآن أنت ظهرك للقرآن هنا، يلا سمع لي كده، يلا عبي. ها، كلا لا وزر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به. ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ راجع. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به. أحسن، بارك الله فيك. الشيخ نور. الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به. أحسن، بارك الله.